من الفقرات الجميلة في صباح الخير يا عراق ترنيمة اليوم. ترنيمتنا لهذا اليوم هي سومرية، ستكون خاصة عن المفردات السومرية التي ما زلنا نستخدمها في حديثنا. شيماء جبار بحثت وتحرت وجهزت لنا ترنيمة بتفاصيل دقيقة نتعرف عليها أكثر من خلال هذه الفقرة. الكثير من المفردات اللي ما تزال موجودة بكلامنا وسوالفنا إلى اليوم، هواية تسميات لأشياء، حيوانات، نباتات وصفات، هي جزء من حديثنا، متوارثة من جيل إلى جيل ومن قبل آلاف السنوات. هي ذات الكلمات اللي وصف بها الإنسان الأشياء من حوله وتعرف على طبيعته وطور من نفسه ومن بيئته. مثلاً كلمة بيبي اللي تطلق على المرأة الجدة، أصلها سومري تلفظ باباية، لكن السومريين أطلقوها بداية على الرجل الكبير، وبمرور الزمن وتداول الكلمة أصبحت تطلق على المرأة الكبيرة ذات الأحفاد. كاشان مفردة تطلق أحياناً على المرأة اللي تتميز بأناقتها وجمالها، على أساس تشبيهها بالسجادة الكاشان، كل ما تقدم كل ما تصير أجمل. هذا التفسير خاطئ، لأن كلمة كاشان بالتحديد وبذات اللفظ استخدمها السومريون لوصف المرأة الجميلة ذات المنزلة الرفيعة، يعني أصلها سومري. الشيلة اللي ترتديها بعض النساء اليوم كانت تسمى أشيلة بلفظ مقارب، ويقصدون بها الرباط أو الوثاق أو القيد. من القائمة السومرية للأسماك زوبد، وهو سمك الزبيدي المعروف. أما بورنيتا الموجود باللغة السومرية كنوع من الطيور يشير اليوم إلى طائر البرهان، أحد طيور مناطق الهور. ومن الأكلات الشعبية المدقوقة المكونة من التمر والسمسم، أيضاً أصلها سومري، موجودة في قوائم المطبخ بلفظ داقوقتو. والكعك أيضاً سومري اسمه جاك. كلنا مرات نلوم نفسنا ونقول سوتشي. سوتشي أيضا مفردة أصلها سومري، كانت تلفظ صيتو وتعني انبثاق السبب أو تحشيد أو ظهور العلة. مفردة سولة نطلقها على أي شخص مدمن على حركة أو تصرف. باللغة السومرية موجودة كلمة قريبة من اللفظ أو تحمل نفس المعنى، تلفظ سيلة، وبحسب المعاجم السومرية تعني هواية أو عادة. قائمة الأمراض السومرية موجود لفظ أجانكر، ويعني مرض الجنجرينة المعروف حالياً. الكلمات اللي تدل على المشاعر أيضاً بعضها مصدر سومري، مثل أوه للتعجب وآخ للألم، وأولي مشابهة بالمعنى لويلتاه للندبة ورثاء، ومو تعني ليس، ومثل كلمة لبي اللي تعني قلبي واللي تستخدم للتحبب. والمئات من الكلمات السومرية الموجودة بحديثنا لحد الآن، مما يؤكد أن الحضارة السومرية هي حضارة حية ولم تمت. نلتقيكم بترنيمة سومرية جديدة إن شاء الله في مالا.